فلسطينيا ارتفعت أعداد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 200 حالة بعد تسجيل 50 حالة جديدة. هذا ولم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، لتستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 540 إصابة. وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت في وقت سابق تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.